جزء تاني من تصريح الوزير الإسرائيلي كان بيقول إنه المفاوضات هيطلق سراح الأسرى تحت إطلاق النار. لماذا تهدد إسرائيل غزة مجددا بإطلاق النار؟ هل في مساعي لإفشال الهدنة مثلا؟ لا، هو إسرائيل احنا شفنا بالأمس إن إسرائيل حاولت إنها تنفذ الكلام اللي أعلن عنه نتنياهو وجالانت وزير الدفاع الإسرائيلي من قبل، إن شمال غزة لن يشملوا وصول المساعدات، لأنهم يريدوا إخلاءه قسريا بالقوة. وبعد ما أخلوا مستشفى الشفاء وغيرها من المؤسسات، فبالتالي الفلسطينيين لن يجدوا مأوى أو علاج أو أي شيء، فيضطروا إلى الاندفاع نحو الجنوب. اللي حصل العكس، بدأوا يتجهوا نحو الشمال وقتلوا في أول يوم 2 من الفلسطينيين وجرحوا 2 آخرين. لكن بالضغوط عليهم من جانب طبعا مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، عادوا مرة أخرى إلى الرشد وقبلوا أن تنفذ الهدنة كما هي. ولكن هم يعني مستمرين في الاعتداء على الضفة الغربية، وده شيء يعني لابد من التنبه له، لأن في عملية أيضا مجزرة في الضفة الغربية وتدمير شامل. شفنا اجتياح وقصف لمحيط المستشفيات أو المستشفى الحكومي في الضفة الغربية بالأمس، والاجتياح اللي حصل لأكثر من مخيم. ده طبعا هو ده يعني لازم نتنبه له، ويكون وقف إطلاق النار شامل للاثنين، لأن هي إسرائيل سيطرة تامة على الضفة الغربية، فلماذا تقوم بهذا الهجوم والقتل والتدمير؟ يعني ده شيء بيدل على أن إسرائيل لم تخرج بعد من الصدمة. الصدمة اللي حصلت ليها في 7 أكتوبر ما زالت مؤثرة عليهم. وأيضا كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع بيدافعوا عن نفسهم، لأن هم مجرد الوقف التام لإطلاق النار هيبتدي التفكير في إجراء انتخابات إسرائيلية لتشكيل حكومة جديدة، وهيبتدي محاسبة نتنياهو ووزير الدفاع على الأخطاء اللي وقعوا فيها سواء قبل 7 أكتوبر أو بعدها، اللي ارتكبوها بهذه الجريمة اللي شوهت صورة إسرائيل وأظهرت أنها دولة استعمارية معتدية عنصرية.